سؤال واضح، هل الأهلي في محنة الآن؟ في محنة؟ آه؟ لا الكلمة دي كبيرة قوي. عشان كده، لأنه الناس مصورة يعني إن إحنا خسرنا السوبر بضربات ترجيح، يعني ما خسرناش المباراة فالدنيا قامت، ما عدتش كسبنا وصلنا الفاينل وتمام التمام، بس الناس غير راضية عن الأداء وعن شكل الفريق، ففي حالة من الغضب. يعني الحقيقة قدرنا ان احنا من خلال الاعلام ان احنا يعني نهيئ الجماهير، ولكن هل ده بيقول ان احنا عندنا محنه؟ هو النادي الاهلي عايز اقول او فريق الكوره بشكل خاص ما انتبهش للمعادله الثلاثيه في كره القدم. المعادله الثلاثيه دي هي ايه؟ بتقول المعادله الثلاثيه دي لو اتعملت انت هتكسب كل ماتشاتك وهتكسب كل بطولاتك بمنتهى السهوله. المعادله الثلاثيه دي فيها ثلاث نماذج اساسيه، رقم واحد اسم وتاريخ النادي. حلو. وده بيمثل تقريبا حوالي 10%. كويس. وبعد كده امكانيات اللعيبه. وبدي تمثل كم في الميه؟ حوالي 10%. بس اصل الفروق الفرديه يا كابتن شوبير ما بين اللعيب والتاني مش كبيره قوي للناس، يعني لو كل بوزيشن في فرق 10%. يعني اسم وتاريخ النادي 10%. 10%. امكانيات اللعيبه 10%. امكانيات اللعيبه ما بين ده وما بين ده قريبين من بعض 10%. طيب. في بقى 80% ناقصه. هي بقى ايه؟ هي بقى هي التحضير للمباراه. دي بتمثل 80%. لو قلنا ان ال 10% الاولى بتاعت الاسم والتاريخ كنادي اهلي لو نزل اي مباراه، هو انت معاك 10% في جيبك. صحيح. فانت هتستغل ال 10% قدام الفريق اللي هتلعبه ولا مش هتستغله؟ لو هتستغله الفريق اللي لعبك اساسا جاي خايف منك. صحيح. وعنده رهبه ومش عارف هيعمل ايه. نعم. باسمك وتاريخك. أيوه. وجمهورك، يعني ده حاجه قويه جدا. بعد عدى 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، ما استفدتش من ال 10% بتاع اسمك وتاريخك. زالت رهبته. نعم. طب هتيجي في ال 10% التانية بتاعت الإمكانيات لعيبتك. نعم. لو اللعيب إمكانياته أعلى ب 10% بس مش جاهز، مش هيعرف يشتغل. صحيح. فاللعيب التاني يقول لك إيه ده؟ ده أنا كنت ماسك المهاجم وفاكر إن هو هيخلص عليا في أول خمس ست دقايق، طلع المهاجم مش عارف يستلم الكورة ومش مركز، ده أنا كده ممكن إيه؟ فانت مش اللي انت ما كنتش واخد بالك منه في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي او على اخص ماتش الافريقي، يعني انك فاقد 80%، مش ان انت معاك 20%، انت فاقد التحضير للمباراه. فاقدها بنسبه 80%. ازاي؟ انا عشان احضر للمباراه محتاج رقم واحد ان انا احط خطه لهذه المباراه او للبطوله نفسها. تمام. الخطه دي عشان تتعمل لازم اشخص الحاله صح. ايوه. انا كجهاز فني، انا بتكلم على الجهاز الفني دلوقتي. نعم. لازم اشخص الحاله صح. انا دلوقتي لما اجي اشخص الحاله ان انا عندي الفنيه واقعه والبدنيه عاليه، فانا هشتغل في فتره التحضير بتاعي ان انا اعلي الفنيه. ماشي. والبدنيه بتاعتي ما هي كويسه. ماشي. لا شخصت غلط، عندي البدنيه اقل والفنيه اعلى، يبقى عندي ربكه. نعم. لكن لو انا شخصت الحاله زي ما بروح عند الدكتور. نعم. لو شخصت غلط هتشتغل. نعم. في العلاج غلط. فالتشخيص ده رقم واحد. نعم. طيب بعد التشخيص بيجي بعد كده اللي هي الاعداد للي انت شخصته، بعد كده التنفيذ في المباراه. ماشي. دي بتساوي عندنا شخصيا كهادي خشبه لما كنت بلعب، او عند اللعيبه الكبار او اللعيبه اللي عندهم خبره في الملاعب، بتساوي حجم كبير جدا في فوزك في المباراه او فوزك في اي بطوله. ماشي. الاعداد، انت بتعد نفسك صح ولا بتعد نفسك غلط؟ الاعداد مش فقط بدني وفني، في اعداد ذهني وفي اعداد نفسي. لما الكابتن خطيب نزل الملعب بعد المباراه اللي خدنا فيها الدرع الدوري، والكابتن خطيب الكلمه اللي قالها في الاعلام قال ان بعد ما يخرجوا من اوضه اللبس مفيش فرح. نعم. هو كابتن خطيب يعي هذا الكلام، يعي ان الفرحه الزياده انت بتشتت ذهنك، بتشتت تركيزك، فتحضيرك للمباراه اللي جايه تاثر. نعم. يبقى خدت من حيز ال 80% اللي احنا بنتكلم عليهم.